هني بين قوسين بشكل سريع، هذا الكلام ما يعطي مبرر للطرف الآخر اللي هما في ذاك الوقت في فترة الثمانينات تحديدا المعارضة العراقية بمختلف يعني انتماءاتهم، سواء الشيعية أو السنية أو الكردية، الإسلامية منها والشيوعية منها والعلمانية منها، هذا ما يعطيهم مبرر لمحاربة النظام البعثي في العراق، لأن إذا هذا الكلام فالعراق تحول إلى إقطاع، إحنا قاعد نعارض النظام، إحنا مش قاعد نعارض البلد، ما يعطيهم هذا مبرر؟ المشكلة كلمة المعارض، هل أنت معارض لسياسة الدولة أو لشخص أو لحزب؟ لا، هي الدولة كلها تم اختزالها في الحزب الممثل بصدام حسين، بصدام والعائلة الحاكمة بالضبط. بس هو ما في دولة ثانية، هو بس هالدولة. المعارضة اللي كانوا بالثمانينات منهم الأكراد غالبيتهم اللي كانوا يطلبون حكم ذاتي أو كذا، مع العلم الرئيس أعطاهم حكم ذاتي، يقولون بأنه على الورق. لا، ما كان على الورق، كان حكم ذاتي، بس لأن الأحزاب وقادة الأكراد مرتبطين بأجندات خارجية كانوا يرفضون أي عرض يكون من قبل صدام حسين أو حزب البعث. في صور مسعود وجلال قاعدين مع عزة الدوري، عندي فيديو أبعث لك إياه، يتفقون وقاعدين مثل الطلبة عنده، كأنه هو المدرس وطلبهم. لما تقول لديهم انتماءات أو أجندة خارجية، مع منهم؟ مع أمريكا، مع بريطانيا، مع روسيا، مع من يدفع. هذه الأحزاب اللي أنا أنتقدها، اللي أنا ما يشرفني أكون منها. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.